يلا الحين افتحوا صفحة 50 واليوم راح ندرس عن التسامح. خلصتوا قراءة؟ أيوة. يلا الحين بسألكم سؤال، لماذا سموا 2019؟ لعام التسامح. أحسنتي. يلا بنات دق الجرس. سلام عليكم فطوم. بلا سلام ولا كلام. ليش تقولين حق الأبلة؟ لأني أنا مش مسوية المشروع وانتي هنا. أنا اللي مسوية المشروع. لا أنت مش مسوية. لا أنا. لا أنت مش سويتي. أنا اللي سويتها. ليش أنت ما سويتي المشروع؟ أنا اللي سويتها. خلاص. أنتوا ما يخصكم. خلاص روحوا. لا